تسليط الضوء أكثر على محاولة اغتيال رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبي عبد الحميد دبيبة وتداعياتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب الصحفي الليبي نعيم العشيبي. أهلا بك أستاذ نعيم. بداية، اغتيال رئيس وزراء جديد جاء بعد ساعات من محاولة اغتيال الرئيس المعترف به دوليا عبد الحميد دبيبة. كيف تقرأ محاولة الاغتيال الفاشلة لدبيبة وتوقيتها؟ هو بداية، وإن كان النائب العام يعني أصدر يعني قرارنا في التحقيق في قضية محاولة الاغتيال، إن هذا الأمر لنكن صرحاء لم يتثبت بعد إن كانت هناك محاولة من عدمها، وقد تكون في وجود قوات مسلحة ووجود مثلا انتشار سلاح في ليبيا. هذه نقطة. اليوم نرى أن مجلس النواب الليبي ومجلس التشريعي أصدر تعديلات حقيقية بإنشاء حكومة مرحلة انتقالية قادمة وإنشاء لجنة لصياغة أو لتعديل الدستور بدلا عن هيئة صياغة الدستور. اليوم عندما ننظر إلى مخرجات مجلس النواب إنشاء حكومة جديدة، بالتالي أول ما تذهب إليه أنظارنا هي القوى العسكرية والأمنية الموجودة في المنطقة الغربية. فأول ما يصادفنا في هذا الأمر نجد أن آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي يعلن تأييده الكامل لمجلس النواب وخارطة الطريق لتشكيل حكومة الاستقرار الوطني التي تسمى استقرار الوطني التي سيرأسها فتحي بشاغة. ننظر من جهة أخرى إلى كتائب وسرايا المنطقة الغربية أيضا والوسطى وجبل النفوسة، أيضا تعلن دعمها لما أقره مجلس النواب. لا ننكر اليوم أننا أمام في المقابل نجد أن السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أعلن عدم تخليه عن حكومته واستمراره فيها. عندما نجد اليوم ننظر إلى الواقع بنوع من الموضوعية، نجد أن القوى العسكرية مؤيدة لقرار مجلس النواب، كأن هناك توافقا حقيقيا يقابله رؤية لبعث الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي، أو يعني بأن حكومة دبيبة لا زلنا نعترف بها. سيد نعيم، وإن كان لحظة. نعم سيد نعيم، إلى أي مدى يمكن الربط بناء على ما تفضلت به من معلومات، إلى أي مدى يمكن الربط بين محاولة اغتيال دبيبة وتمسكه ببقائه في منصبه بعد السماح بالقفز على المراحل الانتقالية التي رسمتها الاتفاقيات بين أطراف الصراع في ليبيا؟ أنا ذكرت لك أنني صراحة لست مجزما بمحاولة بهذه العملية، وإن كانت فأنا أؤكد بأن يعني هناك يعني سلاح منتشر في ليبيا، هناك كتائب ربما غير مرخصة، هناك أجندات قد تعمل لإساءة أو لإدخال خربطة جديدة في المشهد الليبي. ولكن أنا أبين لك اليوم بأن هناك إرهاصات حقيقية لما سمتها أو سماها مجلس النواب حكومة الاستقرار، وأن هذا الأمر مرهون ربما بصراع أو ربما بسيطرة. وبالتالي نحن لا ننكر أننا أمام مشهد مرتبك إلى حد ما، ولكن تبدو فيه الكفة الكفة المؤيدة للقوى العسكرية في المنطقة الغربية لقرار مجلس النواب. نعم، يعني كما تشهد سيد نعيم فإن هناك انهيارا لعملية الانتخابات بشكل مفاجئ قبل ساعات من انعقادها، وكذلك عقد جلسة لبرلمان لا يجمع عليه الليبيون، ثم اختيار رئيس وزراء جديد. من يريد لليبيا أن تنزلق مرة أخرى للفوضى برأيك؟ طبيعي أصلا من إصدار قانون الانتخاب من قبل مجلس النواب في فترة زمنية قصيرة جدا، كان واضحا بأن هذه الانتخابات لن تجرى في موعدها، وبالتالي كانت واضحة أيضا حتى ربما مع الترشيحات الرئاسية التي خرجت في ذلك الوقت، وكما رأينا مثلا نجل معمر العقيد معمر قذافي سيف الإسلام، شخصية يعني رئيس أركان يعني رئيس الجيش الليبي بالمنطقة الشرقية المكلف من مجلس النواب خليفة حفتر، عديد من الشخصيات التي قد لا ترضي الأطراف، وبالتالي كانت هناك نتيجة واضحة بأن
نتيجة هذه الانتخابات غير مرضية لكل الأطراف، فكان يلوح في الأفق حتى دوليا أن هناك مرحلة انتقالية، ولكن الأساس إلى متى ستستمر هذه المرحلة؟ وهل ستلاحقها مرحلة أخرى أم أنها ستنتهي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية؟ هذا ما يراهن، أو هذا ما يراهن ربما، يعني نستطيع نقول هناك محل للمراهنة ما بعد هذه الحكومة أو ما سيجري. سيد نعيم، بحسب متابعتكم سيد نعيم، بحسب متابعتكم وما تحصلتم عليه من معلومات، هل يحل اختيار بشاغة رئيسا للحكومة؟ هل يحل الأزمة بين الأطراف المتصارعة أم سيعقدها؟ والله شوف، أنا لا أستطيع أن أجزم بشيء في هذا الخصوص، بهذا الخصوص تحديدا، ولكن الرجل يعني فتحي بشاغة طرح رؤيته أمام مجلس النواب، ويبدو أن من أولوياتهم معالجة الملف الأمني، وهذه ربما هي ربما البادرة لبداية الاستقرار، ولكن لا نستطيع أيضا، هو يظل ميدان القول غير ميدان الفعل، نحن ننتظر ما الذي سيفعله إن كان فعلا وقد يعني استلم مهام حكومته، يعني حتى بأن الظاهر اليوم الآن نسمع بأن هناك استعدادات في مطار معيتيقة لاستقباله وما إلى ذلك، يظل كل شيء يعني مرهون بإثباته من عدمه حقيقة وواقعة. إلى السؤال الأخير سيد نعيم، يعني ما الدور الذي تلعبه الأطراف الخارجية لرسم ما يصفه بعض المراقبين بالمتاهة الدستورية والسياسية في ليبيا؟ يعني خلينا نكون واقعيين، يعني لا شك أن ليبيا يعني هناك أطراف يعني خارجية لسيما من دول الجوار كذا، يعني هذا الأمر ليبيا تحديدا، وربما يعد شيء من أمنها القومي، يعني كيف تقول مراعاة لمصلحتها أو لامتدادها في ليبيا، فبالتالي يعني من العبث أن ننكر هذه التدخلات، ومن العبث أيضا أن نجزم كيف ما تقول بصلاحها من عدمه. يبقى الأساس هو أن الجهة السائدة والمسيطرة تتعامل مع هذه الجهات بعملية الند، بعملية تبادل المصلحة، وليس بعملية التبعية. هذا كل ما يعنينا في الأمر، وهذا هو الأمر الذي يحقق المواطنة والوطنية الحقيقية لدى ليبيا والليبيين. شكرا جزيلا لك الصحفي الليبي نعيم العشيبي.